برحب بحضراتكم مرة أخرى وبضيف الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الله السناوي. أهلا بحضرتك مرة أخرى أستاذ عبد الله. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. نقلب في المانشيتات النهاردة في صحف اليوم. يعني الأهرام مثلا بتقول إحالة مرسي وبديع والشاطر و33 إخواني للجنايات في قضية التخابر. النيابة بتقول المتهمون تخابروا مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية وإفشاء أسرار البلاد. اليوم السابع بتقول المعزول والمرشد والشاطر أمام الجنايات بتهمة الخيانة العظمى. كذلك الإخوان المتخابرون زي ما عنونتها المصري اليوم. حقيقة أستاذ عبد الله يعني حابب تعليق من حضرتك على هذه القضية. كان في قضايا كتير تخص جماعة الإخوان المسلمين، تخص الرئيس السابق محمد مرسي، لكن هل بدأ الإفصاح عن هذه الشائعات أو التهم اللي كانت شفوية، بدأ تحريك هذه الدعاوى وإثبات أو إظهار الأدلة عليها؟ لا، نحن لا نتحدث عن شائعات، نحن نتحدث عن أحكام قضائية صدرت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي في مستأنف الإسماعيلية، والقاضي الذي أصر على التحقيق في واقعة هروب وعدد كبير من الإخوان من سجن وادي النطرون. أصر وحقق واستدعى واستوفى تحقيقاته وأحال الملف كله للنيابة العامة. ليس من حقه أنه يطلب منها أن تحقق أو أن تتخذ الإجراءات، لكن هو أقصى ما يستطيع أنها حولها للنيابة العامة. كان في إحنا لازم نستعيد كمان القاضي المستشار وقف وفي ظروف صعبة وألقى وكلم عن خالد محجوب، اتكلم عن المتهم محمد مرسي عيسى العياض بالطريقه دي، وكان هو رئيس الجمهوريه. نعم صحيح. فانا عندي قضيه وكان في شجاعه من القاضي، فهذا الكلام والكلام كله حول ما جرى وخلفياته. طبعا جرى تحقيقات اضافيه وتهم اوسع لانه لم يعد رئيس الجمهوريه، والجماعه ككل اصبحت متهمه باتهامات خطيره تتعلق بالامن القومي. فمن حق الجميع الحقيقه ان هو يطلع على يعني او ندرك او يعني نتابع المحاكمات المرتقبه ونطلع على الادله والقرائن والتسجيلات، لان دي القضيه الاخطر. هذا اول رئيس جمهوريه في التاريخ المصري كله يتهم رسميا امام محاكمه بتهمه التخابر. احنا عندنا ملوك في العصر الحديث، عندنا ملوك وعندنا رؤساء يعني كان في شبهات او في اتهامات معلقه لكن لم تصل الى حد المحاكمه. ولما نتكلم عن الخديوي توفيق، ما هو الذي استدعى الاحتلال البريطاني، فاذا كان الجيش او احمد عرابي قد قبض عليك على ما جرى في 3 يونيو الفريق السيسي، كان اكيد هيتهمه يعني بدل ما عرابي هو اللي يتهم وينفى، كان الخديوي توفيق كان هتوجه ليه تهمة الخيانة العظمى. نفس التهمة. فأنا بتكلم دي واقعة تاريخية، لكني لا أستطيع أن أجزم إذا كان أخطر مما جرى في 1882 عند دخول القوات البريطانية مصر بطلب خديوي أو بغطاء خديوي، وصلنا في نكسة الثورة العربية أو هزيمتها، ودي طولت جدا في مصر لحد مصطفى كامل. هل في شيء مشابه موجود أم المسألة تستحق التدقيق؟ لانك انت لا تستطيع في مثل هذه الاتهامات الخطيره والخطيره للغايه انك انت تجزم قبل التسبيل الحقائق امامك كاملة. ليه الاخوان المسلمين؟ انا ما اكون عندي في حد متهم انه بالخيانة العظمى يعني والتخبر، يعني التخبر ده كان فسحه في عندما يعني تطل الشمس علينا في ذات الشتاء يعني، فالناس بتطلع كده تستمتع بالشمس. لا، التخابر دي تهمة تتعلق بالخيانة العظمى، وبالتالي عندما يواجه بها انسان فهذا ابشع ما يوجه لمواطن يعني، وبالتالي من حقه انه يدافع عن نفسه ومن حق محاميه قدام الراي العام والكل بيتفرج ان يثبت، حتى بغض النظر عن الاحكام الفنيه، يثبت ان الكلام هذا كلام بس صحيحا وليس دقيقا، وان الشرف الوطني يأبى عليه انه ان يكون قد خان. لكن يطلع لي ويقعد يعمل لي رابعه ويدي ظهره ويشم القاضي، ده هيبقى اثبات انك عميل وانك خائن وانك متخابر. طيب محمد انك انت خايف ان تثبت. نعم. ان التهمه بشعه الحقيقه اكيد،
غير اي تهمه ثانيه. طيب محمد الضماطي المتحدث باسم فريق الدفاع عن المتهمين باسم جامعه الاخوان المسلمين بيقول بالامس ان محمد مرسي لم يوكله، لان مرسي لم يحدد حتى الان فريق الدفاع الذي سيترافع في هذه القضيه وفي باقي القضايا المتهم فيها مرسي، بل سيتم ترافعه عن من اول المرشد وحتى اخر متهم في هؤلاء ال 33 ما عدا المعزول محمد مرسي. لا، التهمه الرئيسيه لمحمد مرسي. يعني في قضية تخابر التهم الرئيسية ليه باعتباره، يعني حسب ما هو منشور أوليا، يعني لحد ما هنطلع أكتر، إن ودي كانت الحقيقة معروف، بس إلى أي بس حد كان معلومات، ولكن لا لا هناك الكثير من الإشاعات أستاذ عبد الله نريد أن نتثبت منها. بالضبط، لا أنا بقول كان معروف تهمة معينة في يعني اطلعنا عليها، تهمة أن التقارير الأمن القومي، تعرف كيف يعمل رئيس الجمهوريه؟ انا بس انا عاوز اشرح للساده المشاهدين عشان نعرف ايه تهمه مرسي الحقيقيه. اي رئيس جمهوريه في مصر وبتقليد رئاسه من جمال عبد الناصر وانت طالع، كيف يعمل رئيس الجمهوريه لما بيصحى الصبح وبيدخل مكتبه؟ مش قاعد يالف انا رئيس جمهوريه، ولا بيسمع نشرات الاخبار فيتخذ قرارات، ما بيحصلش كده. رئيس الجمهوريه في ليه تقريبا شبه نظام ثابت يومي. أول حاجة بيعملها بيطلع على تقارير الأمن القومي بتاعت المخابرات، أول حاجة. في الأمن أمن البلد، أمن القومي، إذا كان تهديد عسكري، إذا كان في تحركات معينة، إذا كان في حدث هيأثر على سلامة البلاد وأمنها القومي، بيبقى عنده تقارير واضحة ومحددة وتوصيات، تشفع بتوصيات لقرارات اتخاذها رئيس الجمهورية. جميل. وفي أمور تتعلق بالوضع الداخلي بشكل عام، وبعدين بيطلع على تقرير الامن الدولة او الامن الوطني، بيشوف وفيها بعض استقصاءات وبعض مشاهد وبعض توصيات وبعض طبعا مستند على معلومات، بيطلع وغالبا بيلتقي قائد الجيش، وغالبا بيكون شافوا هذا التقرير حول الاوضاع في الجيش والتهديدات والترتيبات دي في الاول كده، وبعدين بيدخل على الحكومة ومستويات الاداء. فلو عنده جهاز معاود قوي فهو عنده تقاريره، ويبتدي ممكن يبتدي يتصل بالوزراء او بيطلب اجتماعات، وبيلتقي بوفود ورؤساء في المسؤوليات اللي هي الاجنده بقى العالم. يعني في ليه طريقه عمل بتستند اساسا على قاعده المعلومات التي صحيح. يحصل عليها قبل غيره. فلو رئيس جمهوريه بيجي هيسمع الاخبار من الراديو او التلفزيون، فانت امام رئيس جمهوريه فاشل مقدما بعد تتجاوز الاحداث ولا تتخذ القرارات في الوقت المناسب. ايه خطوره دي الطريقه؟ مرسي ما عملش كده الحقيقه يعني دي عاوز نشوف مؤسسه الرئاسه، لم تكن مؤسسه ولا تكن رئاسه، والقرار كان في الاتحاديه. ايه اللي حصل؟ تقارير الامن القومي، التقارير السياديه اللي بتجي له، اللي فيها مصادر المعلومات وبدقه، وترفع لرئيس الجمهوريه باعتباره هو الراس الاعلى للبلاد. التهمه انه كان بيبعتها الى الاتحاديه، كلنا كنا عارفين كده، وانا عايز اقول مش كلنا. في صحف كتيره نشرت هذا الكلام في وجوده. بالظبط، يعني فكره يعني الاتهام تسريب تقارير تتعلق بالامن القومي او كبار الاخوان، وبالتالي الى تنظيم الاخوان حتى في الخارج كمان، مش بس المؤطر، في الداخل وفي بعض الجهات حسب الكلام، يعني جهات اقليميه وقالوا منها حماس وبتاع، يعني كلام على مستوى خطير جدا. انت امام اول حاجه ابسط اتهام خيانه الامانه، خيانه امانه الدوله. انت لو رئيس جمهوريه وانت بتلي من موقعك تطلع على كل شيء وعندك فكره عن كل شيء وتوضع امامك المعلومات، فاحيانا رئيس الجمهوريه وده حصل عاوز يتسلى، فبيسمع تسجيلات وبيسمع تفريغات كلها خارج القانون ومش من حقه، وقد يفكر في استخدامها على الاقل كده ان يوري نفسه ان الاله الاعلى لما يقابل حد يقول له انت مش كنت قاعد مع فلان؟ مش كان في بيتك فلان؟ يعني ده مستوى هنقول عليه مستوى رخيص، يعني في حد بيحب النميمه او يستخدمها. لكن المستوى الاخطر ايه؟ هل لا المستوى الاخطر يا فندم انك انت تبقى مؤتمن مظبوط على البلد ومعلوماتها فتعطيها لاشخاص غير منتخبين وليست لهم صفه وفي وضع تنظيم سري ويجري تمريره الى الخارج، بمعنى ان البلد في حاله انكشاف، في ناس عبر التقرير شايفه كل حاجه في البلد بدون مجهود، لا عاوزه جهاز مخابرات ولا عاوزه جواسيس ولا عاوزه محللين. انت عندك جهاز اجهزه المعلومات الرئيسيه بتقدم معلومات. الحكايه دي كانت مش بس تنظيمات، ده ممكن تكون كمان لدول
واول دول هي طبعا بالاساس تقوي هؤلاء التنظيمات. يعني بالتاكيد مثلا تركيا وقطر غيرهم وغيرهم وغيرهم بالتاكيد طول سنه ونص او اكثر من سنه ونص وبيتلقوا تقارير هي بالاساس شكرا. تقارير سريه للامن القومي. مرسي مش ممكن السنه ونص، هي السنه بتاعت مرسي. فانت اي دوله اقليميه انا هفترض صحه الاتهام، ولكن فندم ده حتى كان في مثبت ان في اتصالات وزيارات من قيادات الاخوان محمد البلتاجي وخيرت الشاطر للامن الوطني واطلعوا على تقارير سريه. انا عاوز اقول لك انا هعتبر ان الاتهام ده صحيح، يعني بس عشان طبعا من حقهم يدافعوا ويثبتوا العكس عشان نتكلم عن قضاء عادل ونزيه. انا هفترض انه موجود. ده معناه ايه؟ انك انت احشاء البلد اذا صح الكلام موجوده عند ايران وموجوده عند تركيا وممكن اتصور عبر البوابه الامريكيه ممكن تبقى موجوده عند اسرائيل. دي معناها هم ليهم اجهزتهم وليهم رؤاهم وليهم مصالحهم. انت بتلعبش مع شطرنج، انت بتلعب، انت بتلطش طاوله وهو بيحرك بيادقه وهو يعرف انت بتكذب ولا لا، انت بتموه ولا لا، انت بالماس بتاعك بيقول الحقيقه او كشف ايه وما كشفش ايه. انت معناها انك في حاله انكشاف كامل. اذا كان هذا الكلام صحيح ودقيق فانا امام تهمه خيانه عظمى بالمعنى الحرفي. جميل. طيب سؤال اخير خطير جدا زي ما قلت. يعني برضو سؤال اخير في هذه الجزئيه اللي كانت حول الى جزئيه اخرى. هل حضرتك مع بعض تسريبات محكمه قد لا تؤثر او تشوش على سير التحقيقات في هذه القضيه تنشر للراي العام من اجل خلق مناخ ما او اطمئنان ما بان هذا الشيء هو شيء ليه اساس على ارض الواقع؟ بالفعل هو في قضيه ولا نشكك في هذا القضيه، ولكن ينشر للراي العام لكي يطمئن قلبي كما أنا يقولون. أنا يعني انا اتكلم هنا على اكثر من مستوى. في دوله ديمقراطيه او دوله عداله الدوله تختلف في تصرفاتها عن الافراد او التنظيمات السريه، يعني فالدوله المفروض ان تكون منضبطه. انا ما اعرفش في الدوله التسريبات، لكن اعرف التنظيمات السريه في الحرب القذره لتشويه ما يجري في مصر، تشويه 30 يونيو وتشويه الجيش اعرف. ولكن التسريبات مؤتمر صحفي يعقد زي في قضيه التمويل الاجنبي. نعم، قاضي التحقيقات خرج وعقد مؤتمر صحفي وقال هذه الادله يعني. لكن انا بقول لك انا ما اعرفش ان الدوله تصرف. الدوله تختلف. يعني لما يجي حد زي التاكسي المصورة ويتقتل شيء بشع، لكن ويحاسبه وبقسوة، لكن الدولة ما بتعملش كده. يعني دايما انت بتعمل الدولة ان لو في متهم في حوزة الدولة فهو في يد امينة وفي يد العدالة وفي دي الدول. فانا ما اعرفش من حيث القاعدة مش الدولة الصرف. طب خلينا نقول أعرف مؤتمر صحفي مثلا. لكن انا اعرف في المسألة دي ان نحن هنتابع المحاكمة. وانا يعني شيء طبيعي ان يذاع في قاعات المحكمة، يذاع اذا كانت في صور فيديو ما اقولش احراز، تذاع في قاعات المحكمة. تمام. الفيديوهات او التسجيلات او اي حاجة. فاذا هي تكون في نفس اليوم امام العالم وامام الصحافة وموجودة. أشكر. فمش يسرب ليه يسرب في داخل قاعة المحكمة، في داخل دور العدالة، في محاكمة عادلة. تمام. ويستمع والخبراء يتكلموا، الخبراء الفنيين والمتهمين والمحامين يحصلوا على نسخ ويدافعوا. ده بسبب مسائل تخص الامن القومي فيكون في تحفظ على بعض المواد فيها، وانما عشان كده بقول لحضرتك ممكن بعض المواد اللي ما عليهاش خطوط حمراء تخص الامن القومي ممكن. لكن بشكل او باخر بلاش تسلم، خلينا نشرح. لا لا انا قلت لك موقف المبدئي. ده بنتكلم فيه كتير. انا موقفي المبدئي ايه؟ لكن طبعا في هذه اللحظه انا يعني تمام. لا انكر على زمايلي واصدقائي الصحفيين عندما يكون لديه سبق ننشر على طول. ده موضوع تاني، لو انا مكانهم هنشر على طول. لكن انا بتكلم على قواعد الدوله وليست قواعد الصحافه. الصحافه تنشر على طول اذا حصل، والدوله او بعض الاطراف فيها في اطار الحرب الدائره الان، حرب على الارهاب وحرب ضد العنف وحرب من اجل بناء الدوله واستقرارها، حاجات كتير يعني بتلعب لعبه لا موجود. التسريبات المضاده دي موجوده، فهي محاوله لبناء الصوره. فهذا كلام في السياسه وليس كلام في الدوله، كلام في المواجهه وليس كلام في العداله، عشان نتكلم عن الفرق. يعني امور طبيعيه في ظل تحدياتها، لكنها ليست هي القواعد التي نتمناها للدوله.
أكيد. نتحول لشأن آخر بقى. النهاردة الرئيس عدلي منصور هيلتقي مجموعة من الشباب، منهم شباب جبهة الإنقاذ، عشان يتبحثوا حول خارطة المستقبل وحوار مجتمعي. اولا نقرا مثلا اللي كاتباه النهارده اليوم السابع في الموضوع ده، بتقول الرئاسه تحاور القوى المدنيه تمهيدا لاعلان الرئاسيه. اولا ده على عهده اليوم السابع، جوله جديده من الحوار المجتمعي لمناقشه تعديل خارطه الطريق اليوم. يعني كان معانا الاستاذه مها ابو بكر، دي مسؤوله في مكتب الشباب في الانقاذ، جبهه الانقاذ، قالت ان هم بيفكروا كشباب بيفكروا في هذا الامر، وممكن ان هو يتم التناقش معاه مع الرئاسه، انما نفت ان الرئاسه تكون وضع ده على اجنده النقاش. طيب انا بقى سؤالي، المصري اليوم وصلت واخترقت الحواجز وقالت بان الرئاسه تحاور اليوم الشباب من اجل هذا الامر تمهيدا لاعلان الرئاسيه، اولا تتوقع حضرتك ذلك؟ الاول نشوف الاطار العام عشان نشوف احنا والساده المشاهدين نقيس التوقعات بناء على الاطار العام. في الإطار العام لن يحدث شيء، لن يجري البت في استحقاق رئيسي في خريطة الطريق، في نص قانون الانتخابات في الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا، إلا في ظل معركة الدستور وتحت ظلال معركة الدستور، ولا صوت يعلو فوق صوت الاستفتاء. باعتبارها معركة، وشوف كل جرايد وزارة الداخلية، رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية النهاردة هيؤكد أن الاستفتاء سوف يؤمن بصورة كاملة، ويدعو الداخلين أن يذهبوا للتصويت بنعم وبكثافة فيه، لأن الكثافة هتمنع العنف وهتمنع الإرهاب. لو الشعب نزل لا قوة تقف أو تصد، يعني هتبقى رسالة قوية، وهنأسس شرعية دستورية جديدة ونتحول إلى الديمقراطية، أو نقاتل من أجل التحول حقيقي وجاد وانتخابات نزيهة برلمانيه ورئاسيه. فمفيش حاجه هتحصل، دي رقم واحد، تاكد من هذا. واظن انا نشرت حاجه منسوبه لرئيس الحكومه، لا تنتظر شيئا قبل الدستور. طيب فدي دي واحد. لكن انا اعتقد ان الرئاسه تستطلع، فاقصى ما تطمح ليه ان تستطلع. لجنه الخمسين رمت كرتين الحقيقه في ملعب الرئاسه، كره قانون الانتخابات، نظام الانتخابي، نظام الانتخابي، وكرة استحقاق رئاسي ولا استحقاق برلماني أول. يعني لجنة الخمسين هنقول ايه، اخفقت في الحسم، ووجدت ان النمونه الملائم ان تطرح الاشكالية على رئيس الدولة. رئيس الدولة الحقيقة المفروض ان يحسم، هو عنده خلاص، عنده هيبقى عنده نص دستوري يديله هذا الحق او هذا الحق، يقدر يمشي في خريطه الطريق زي ما عاوز، ويقدر يعدلها بعد اقرار الدستور. هيكون عنده الحق ده بعد الاقرار، مش قبل الاقرار. لا مش قبل، لسبب مظبوط. هو ملزم الان بالاعلان الدستوري، صحيح. الدستور يجب الاعلانات الدستوريه، فخلاص بقى يقدر يقول بقرار جمهوري ادعو الى انتخابات رئاسيه، لان الدستور يعطيه الماده الانتقاليه، يعطيه الحق ان يعلن انتخابات رئاسيه او البرلمانيه اولا. صحيح. فانا بعتقد ان مفيش حاجه، مع احترامي لمقام الرئيس، لغايه الاستفتاء مفيش حاجه بعد نتيجه الاستفتاء، لكنها محاوله لكن انا قادر افهمها كده بتهذب شديد، محاوله للحضور الرئاسي في المشهد دون ان تكون مهيئه او متاهبه للحسم او لابلاغ اي طرف انها قد حسمت في هذا الاتجاه او ذاك، فهي اقرب الى حضور رئاسي في المشهد السياسي، وانا هتحفظ، لان الاهم انك تتكلم في الدستور، في الاستفتاء على الدستور، طالما انها لن تحسب في هذه اللحظه، وتوجد اعتبارات كثيره لابد ان تؤخذ في الاعتبار وعاوزه وقت، فكان اجدى ان تتكلم في الدستور وتتكلم في يعني في المستقبل. ما تسلم الدستور من السيد عمرو موسى كان قعد مع هذه القوى السياسيه، وحتى الناس اللي ما كانتش راضيه عن برود معينه، وهيتكلم في حاجه ومفيش جدول اعمال. وبعدين الناس في المصري اليوم او الاستاذه ما او اي حد من الشباب يقول احنا اللي هنطرح، لكن احنا يعني مفيش جدول اعمال. انا اظن كويس قوي انه يقعد، محدش هيعترض، عاوز يقعد مره كمان السيد الرئيس مع اطراف غير شبابيه اكبر. تمام. انا اظن لحد كده كفايه الحقيقه، يعني يعمل حكايه دي يومين ثلاثه لا ضرورة ولا أهمية. ولازم إذا كان في أهمية في حضور الرئاسي نريد أن يكون حضورا جديا،
يعني عاوز يتكلم في مشروع معين قانون الانتخابات يستطلع يقعد مع مسؤول الاحزاب بطريقه جاده ووسط خبراء قانونيين وتطرح الافكار و يعني او عاوز يتكلم عن الرئاسيه او البرلمانيه ان لازم يكون بينطق انه يذهب الى الحسم لان القرار عنده لوحده ما حدش لا بعد الدستور لا مرجع فوق مرجعه هو اللي هيحسم قانون الانتخابات وهو اللي هيحسم الرئاسيه او البرلمانيه فدي امور غايه في الخطوره وغايه في الاهميه بحيث انا بترجى ان ما تاخدش معنى استهلاك الوقت او تسجيله قد يكون الرئاسي. هذا لحين اعلان نتيجه الاستفتاء يعني ربما 20 يناير على اقصى تقدير سيتم الاعلان عن كل هذه الامور فيكون امامه شهر اجرى فيه مشاورات الحقيقه هو مفروض في يعني لو الكلام جد دون اعداد مثل هذا النوع يعني كويس دول يعني بس يعني بلاش اهميه ان هو عبر وعنده مستشار دستوري وعنده مستشار قانونيين اكيد ممكن يستعين بلجنه العشره الخبراء طبعا بيعدوا بدائل مختلفه بيعدوا قانون الانتخابي ويحطوا بديل يعني هم جاهزين وبيحطوا بيضعوا الصيغه القانونيه لاعلان الرئاسيه اولا او مش محتاج حاجه اذا كانت البرلمانيه فيبقى عنده الصيغ موجوده ومتكتب عليها وتخضع فور الانتهاء من الدستور الى حوارات لها صفه الجديه مع القوى السياسيه اساسا المعنيه بهذا الامر وطبعا الشباب بيبقى موجود وبيطرح عليهم الصيغ بحيث بي 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 بيرجح الاكثر توافقا صحيح ده الكلام صحيح نتمنى ان نراه مرحله صعبه آه. وانا بحترم جدا الحقيقه الاتزان ووقار ورصانه المستشار عدلي لكن انا بدعوه من واقع الوقار وواقع الرصانه ان الامور تتاخد جد عشان الموضوع جد يعني اجتماعات العلاقات العامه مش عاوزينها اذا الا بقدر اذا كان ايضاح امور تتعلق بالدستور او شرح الدستور او التعبئه العامه لكن هنخش في الاجتماعات اللي جداول اعمالها غائمه انا اظن للفت انتباه الى امور اقل اهميه بينما الامور اكثر اهميه الان موجوده في الشارع يعني شباب ده انا شايف حزب النور بيتكلم انا عاوز احييه تقريبا هو الحزب الوحيد اللي نزل يعمل مؤتمرات انا عاوز الشباب دول اللي رايحين شباب الانقاذ وشباب تمرد وشباب الحرس الثوريه بدل ما يعني لقاء كويس طبعا في الرئاسه لكن الحقيقه الجد يروح يعملوا مؤتمرات يؤكدوا وجودهم وحضورهم في الشارع وبالتالي يصبح لهم وزن نسبي عشان حد يتكلم معاهم ده هم دلوقتي والانقاذ طيب او احزاب الانقاذ بمعنى ادق يتفضلوا يعملوا مؤتمرات مش قاعدين يتصوروا بس هو اللي بيعمل ده انا حتى كان معايا الموظف 10 ثابت الصبح فبقول له انتوا الوحيدين دلوقتي اللي بدا يشتغل ومشهد الاحزاب المدنيه الحقيقه يعني حاجه تكسف مش كده برضه طبعا طيب خليني مع حضرتك على ذكر تمرد يعني جريده الوطن كاتبه خبر ازمه في تمرد حول دعم السيسي للرئاسه الحمله تطالب بالحفاظ على وزير الدفاع في منصبه كبطل قومي في حين ان مؤسس الحملة بيصر على ترشيح السيسي للرئاسة ودعم التمرد لهذا التوجه وهذه الفكرة الحقيقة دي نوع من انواع المعارك قفزنا من الدستور ما هو يعني ما الى ما بعده يعني. ودي بالمناسبة قد يكون تكتيك او خطة بيخدم الاخوان في النهاية يعني هم مش عندهم خطة يعني لكن حرق مراحل حرق اوراق يعني بيقفزوا على مراحل في معركة تمام. واحدة الان اسمها معركة الدستور معركة الرئاسة اولا او البرلمانية اولا سوف تتحتى للتالية فاذا حد عاوز يترشح نفسه يفضل ينزل الشارع ويختبر قواه ويدعو المواطنين الى التصويت بنعم لان لو قال لا مفيش انتخابات طبعا طبعا يتأجل بقى فانت انا اظن الكل لازم ينزل الى الشارع ويخاطب المواطنين صحيح الاعلام دوره مهم لكن الشارع كمان دوره يعني اكثر اهميه وانا كنت بتوقع ان تمرد تنزل وتتوحد حولها وهي شاركه تكلمها مسؤول في الدستور تنزل وتدعو الناس الى حمله نعم وتنزل تتناقش بنفس الحيويه القديمه لكن الشكل ده يزعجني الشكل ده على طول كده يعطيك مؤشر سلبي انك امام حركه تتفكك اكيد والحقيقه هي دورها موضوعي انتهى ب 30 يونيو لكن كنا بنتصور ان في شباب انا شفت شباب فيها من افضل الكوادر الشبابيه اللي مرت في 3 سنين يعني نخبه يونيو انا اظن اكثر
تمسكا من الناحيه الفكريه من نخبه من يناير فكنت بتصور محدد الهدف اكثر يعني اكثر أكيد. لبناء حركات سياسيه جديده أكيد. للاندماج في الاحزاب بناء احزاب يعني تمام. لكن بالطريقه دي قاعدين في مكانهم وبعدين هيبتدوا يتخانقوا وانا سمعت في بعض الفضائيات الى ملاسنات لم يكن لها ضروره بين محمود بدر وحسن شاهين مظبوط محمود بدر وحسن شاهين مسيئه جدا مسيئه جدا يعني طيب. الحقيقه وخاصه انا بدعو محمود بدر بالذات لانه بالذات يعني انه مثل حاله ومثل قيمه انه يحاول ان يحافظ على نفسه وعلى فرصه في المستقبل جاي. لان الطريقه العصبيه دي والسيسي مش محتاج فريق السيسي مش محتاج الحقيقه ان في حد يزكيه ويتخانق ويشق حركته قبل ان يحسم جميل. هو طيب. خياره في الترشح طيب انا هقول لحضرتك جميل انا بس هختم مع حضرتك بخبر هتطلع لي على عليه بكلمه او بكلمتين الشيوخ كرم زهدي خالد الزعفراني فؤاد الدواليبي طبعا قيادات الجماعه الاسلاميه المعروفين بيقولوا في الجمهوريه في منشط كبير هنقول نعم للدستور وندعو شباب التيار الاسلامي لنبذ العنف تعليق تعليق طبيعي شيء طبيعي وانا بعتقد في قوه اخرى بالداخل للاخوان يعني لما بنشوف من القيادات القديمه لما بنبص الى الدكتور كمال الهلباوي او ساره الخرباوي او مختار نوح هم رايحين لهذا الاتجاه في شخصيات التحقت بالاخوان زي ابراهيم الزعفراني ما اعرفش ايه صلته بالاستاذ خالد الزعفراني وخالد داوود تاني غير خالد داوود بتاعنا انا اظن ان كتير هيراجعوا نفسهم هيفكروا بطريقه مختلفه هذا يحصل هذا فعلا. مؤشر انا بتصور انه مهم حتى ننهي الى الابد أشكر. خرافه ان الاستفتاء ما بين الكفر والايمان على متحول جماعه الاخوان المسلمين انا عندي النور عندي الازهر عندي قيادات كثيره صك الاسلام في مصر بس انا عاوز كمان القوى المدنيه تتلحلح لا دي قضيه ثانيه بقى وجبهه الانقاذ يعني او احزاب جبهه الانقاذ تتحرك في الشارع والمرشحين المحتملين الرئاسة جميل. كل التمرد الكل جميل. ينحي أي خلافات في هذه اللحظة ويتوجه إلى معركة معركة دولة أشكرك يا فندم أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الله السناوي وشكرا جزيلا على هذه القراءة المتعمقة شكرا جزيلا لحضرتك ومشاهدينا بعد الفاصل نقلب في الصحافة العالمية مع الأستاذ أكرم الألفي ابقوا معنا